السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من خلال هذا الفيديو أن بارتاجي معكم التقويم التشخيصي اللي اقترحته للتلاميذ ديالي هذه السنة. للأمانة فقط في التقويم التشخيصي خليط كل تمرين أنا غادي نقرأ لكم وغادي نحاول نشير الهدف منه. شنو الغرض ديال الهدف منه؟ يعني الهدف اللي غتكتب في شبكة التفريغ، وغادي نقول لكم كل تمرين مناش خديته وعلاش خديته. ألوغ غادي نبداو بمهم هذا، مهم بعدا للإشارة اللي محتاج وورد يتواصل معايا على الفيسبوك في الصفحة الرئيسية ديال القناة اللي فيها نفس اللوغو ديال القناة، قناة أم أركا للأفكار التربوية. خلي أما ميساج مجرد غادي تكونيكتا غادي نجاوبك، بغيتيه وورد بغيتيكم صوره فوتو. قبل ما نبداو ما تنساوش تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم في مواقع التواصل الاجتماعي لتعم الفائده. كنتظر الدعم ديالكم عبر وضع جيم في كل فيديو، تشترك في القناه، تفعل الجرس لتوصل بكل شيء جديد. ان شاء الله مجموعه من الالعاب هذه السنه. السنه اللي فاتت ما كنتش يعني اكتيف كثر، هذه السنه كاينين افكار جديده، مجموعه من الافكار. اي حاجه درتها نبارطاجيها معكم، واكيد العصاره كنبارطاجي اللي مفيد، اما الحاجه اللي يعني جربتها وما كانتش عاطيه المسؤوليه راه ما كنبارطاجيها. نبدا على بركه الله بالتمرين الاول. اكتب صحيح او خطا امام كل عباره. هذا التمرين خديت الفكره من الحصه ديال التقويم التشخيصي اللي كاينه في مرشدي في النشاط العلمي، فيها بحال هاد التيب ديال الاسئله صحيح ام خطا. فقلت علاش لا، ومن خلال هذا التمرين هذا غادي نراجع مجموعه من الدروس. مثلا الجمله الاولى اللي خديت، لتحريك الجسم من مكانه يجب ان نطبق عليه قوه. يعني غنراجعوا القوى اللي قرات التلميذ في المستوى الثالث، القوى الميكانيكيه والقوى الريحيه والمائيه. ألوغ هو صحيح هذه العباره ام خاطئه؟ الخليط المتجانس هو الذي لا يمكن تمييز مكوناته بالعين الجراده. والصحيح ولا خطا هذه العباره تكتب هنا؟ هنا غادي نرجعوا انواع الخلائط، شفناهم في النشاط العلمي سيرتو الناس اللي قات في المنهل في النشاط العلمي انواع الخلائط، وشفنا حتى الطرق الفصل بينها. يجذب المغناطيس جميع الفلزات، قرينا الفلزات في المستوى الثالث، وهنا كنشوف واش التلميذ عارف هذه المساله صحيح ام خطا. لانبات البذور لا نحتاج الى ماء وحراره، وحنا هنا شفنا حاجيه للانبات. اذا من خلال تمرين واحد شفت اربعه ديال الدروس. بالنسبه يعني التمرين رقم 2 اللي اقترحت، اصنف المواد الاتيه في الجدول. حنا غادي نشوفو يعني طبيعه الماده، كاين الصلب والسائل والغاز. ف يعني المواد اللي عطيت حصى، واخا تفاجات ان بزاف الناس ما عرفاتش حصى، شرحته وانا ضروري ماشي كنعطيه الرائز وكنمشي نجلس كنقرا لهم، سيرتو الا ما كانتش مشكوله، وكان نشرح لهم شنو هو هذا الجسم ونوريهم كمثال ولا صوره، والا كان قريب للواقع حليب ورق البوتان الاكسجين زيت. كاين الناس اللي غادي تواخدني على هاد البوتان، مي كاينه في الثالث قريناها وكانوا فيها تمارين. بالنسبه للتمرين رقم 3، اصل بين كل سن ووظيفته. هنا كنشوفوا نظام الاسنان، واش التلميذ مازال عقل عليهم ولا لا. هنا في يعني في التقويم التشخيصي راني وضعت التمرين، ولكن نهار كنجي نصحو في الدعم كنعاود نراجع نظام الاسنان عند الحواشيب ونظام الاسنان عند اللواحيب، وظيفه كل يعني سن. عندنا ضرس ناب قاطع، الوظائف اللي كاينه هنا، تمزق الطعام، تطحن الطعام، تقطع الطعام. راه كاينه واحد الوظيفه اخرى شفناها في الثالث، تكشط العظام، يعني بحال هادشي. بالنسبه للتمرين رقم 4، كان الغرض منه واش التلميذ مازال عاقل على اجزاء المحرار، بدا تمكنه من اجزاء المحرار، ولكن ما قلتلوش كتبهم لي حيت غتجي صعيبه، ولكن درنا صل بخط مغلق. يعني يدور لي واش الحامل من اجزاء المحرار، يدور عليه الحراره، الخزان، البروده، السائل، الماء، الانبوب. وهنا اذكر سلسله غذائيه من اختيارك، وهنا حاولت نذكرهم هذا يؤكل من طرف هذا وهذا يؤكل من طرف هذا. وللاسف التلاميذ ديالي ما تمكنوش من هذا التمرين هذا، جو سي با واش ما تطرقوليش للسنه الماضيه او لا ما عرفتش، حيت انا ملتحقه جديده بهذه المدرسه. بالنسبه لهذا التمرين هنا اكتب اسماء مكونات الدارة الكهربائيه، وهنا خصني ندير واحد الاشاره. الناس اللي كانت عندها في الثالث المنهل راه ما قراوش الكهرباء، المنهل ما فيهش الكهرباء. الناس اللي كانت خدامه يعني بمرجع اخر، فهنا
يمكن لها. يعني جو بونس الواضح في النشاط العلمي راه كانوا شافوا الكهرباء. بالنسبة للتمرين رقم 7، وصنفوا الكائنات الآتية داخل الجدول. هنا غنشوفوا كائنات حية وكائنات غير وكائنات غير حية. كنعتذر. اذا هنا خصو يصنف التلميذ الكائنات الحيه. قلنا ضروري يكون عارف بان الكائنات الحيه هي اللي كتنفس، تنمو، تتكاثر، تتغذى الى اخره. عندنا اشجار، ماء، ديدان الارض، وتربه، وطيور. هذا التمرين كنت خديته من المنير في النشاط العلمي، وبالضبط من حصه الدعم. بالنسبه للتمارين الاخرى، كاينين المقترحات اللي خديتهم، كاين مقترحات اللي خديتهم يعني من فروض او لا تقويمات تشخيصيه حاطينهم الاساتذه في الفيسبوك او في الانترنت. كاين اللي خديتهم من كتب، يعني بحال دابا هذا خليط ما بين الفضاء في النشاط العلمي المستوى الرابع، المنير في النشاط العلمي المستوى الرابع، كذلك مرشدي في النشاط العلمي، وكاينين مقترحات ديال السنه الماضيه ديالي. فنتمنى ان هذا يعجبكم. نتمنى انني نكون عطيت اشارات. اللي بغاه وورد مرحبا، يخلي ان ميساج في لاباج فيسبوك.